يعني قصده ان النيابه ممكن تفكر بشكل ده. انا معرفش احنا ازاي ممكن نثبت ان الكلام ده مش حقيقي، بس وصيت ايه؟ ده الموضوع كده يبقى اجرام، كاننا بنشغل بلطجيه ومجرمين عشان نصفي خلافاتنا. اه فعلا مسألة محتاجه تفسير. يعني ازاي تبقوا عندي من يومين واقول لكم الكلام ده، وانا لما اروح له النهارده الصبح ما تجيبليش سيره الموضوع ده نهائي؟ انت رحت له النهارده؟ ايوه. وما جايبليش سيره الكلام ده خالص. لا ده بالعكس، عمل لي كمان توكيل ان انا اكون المحامي الوحيد في القضيه. سوري بجد، على بال ما خلصنا عشاء وعلى بال ما اتاكدت ان هو مشي بعد ما وصلني العربيه تيجي على طول. ماما تاخرتي ليه؟ لما اجيلك يا حبيبتي، انا جايه كمان شويه. ماشي. عملت ايه مع ياسين؟ نقول مبروك ولا لسه شويه؟ لا لما اجي هقعد احكي لك بقى. انت شفت الصور اللي في الظرف اللي انا بعته لك؟ لا. يا ريت حضرتك تبص في الصور دي وهي هتبين لك مين اللي سرق الفلاشه ومين حبيبك ومين عدوك. شوف علي، انا محتاج الحرز اللي قلت لك عليه، الحرز اللي صرفه فياض الدهلي ياسين بدوي. حرز ايه؟ انا بعيد جدا عن القضيه دي، ماليش فيها يعني، ما عنديش اي فكره عن الاحراز بتاعتها. حصل ايه قصر؟ في واحد هيقتلك يا علي. بيقتل مين؟ انت بتقول ايه؟ هو كمان بياخد اوامر وما يقدرش يخالفها، في خلال 24 ساعة بالظبط من دلوقتي لو ما قدرتش توقفه هيقتلك يا علي. We'll be right back.
فاكر ان في حاجه ممكن تحصل انا ما اعرفهاش عليك؟ ايه ده؟ ده المسدس المرخص بتاعك. انت هتقتل بيه؟ 100,000 جنيه. المبلغ اللي نزلت من بيتك في نص الليل عشان تاخده من محطة إذاعة. أنا المرة اللي فاتت عرضت عليك 100,000 جنيه. بص يا علي، أنا عايزك تحط بنتك دايماً قدامك. بص يا علي، أنا عايزك تحط بنتك دايماً قدامك. إحنا أقل حاجة ممكن نعطيك كده. فما بالك بقى باللي انت فيه. ده مكتبي وانا حر اعمل فيه اللي انا عايزه. ناديه ناديه، خدي الزباله دي بره بره، طلعوها من قدامي وانا هقتلها. حضرتك محضر لي العشاء بنفسك؟ وانا عندي كام دينه يعني، بس انا مش قادره اكل خالص. ايه، عايزه تزعليني ولا ايه؟ ماليش نفس. اشربي العصير هتلاقي نفسك اتفتحت. يلا كنت سجيت عليك. شيري لواء مقتولة وفي بلاغ بتقدم ضدي وبتحمل بالأقلام. ياسين بيه احنا اسفين بس احنا مضطرين نتحرك. حاضر يا باشا، انا جاهز. علي، انا مش هلاقي حد تاني اثق فيه يمسك القضية دي غيرك. انت هتبقى المحامي بتاعي. خلي بالك من دي. انا جاي معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المحضر بتاريخ اليوم الساعة 12 ظهرا لمعرفتنا نحن حسام الطماني وكيل نيابة العجوزة، وبناء على المحضر رقم 654 والمحاول إلينا من قسم شرطة الدقي. وبمناسبة تواجد السيد ياسين عبد الرحمن بدوي أمامنا والمتهم بالتحريض على قتل المدعوة شيرين إسماعيل إبراهيم، شرعنا في سؤاله. ما هو قولك فيما هو منسوب إليك؟ أفهمناه. الحقيقة أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. أولاً أنا بنكر التهمة تماماً، وبنكر معرفتي بالموضوع ده قبل ما يتم إلقاء القبض عليا. أستاذ ياسين، تقدر تقول لي إيه طبيعة العلاقة اللي بينك وبين مدام شيرين؟ محامية عندي في المكتب، وكان في مشروع ارتباط بس ما حصلش نصيب. طب تفسر بإيه تواجدها في شقتك الكائنة في مدينة 6 أكتوبر المنطقة الأولى شارع 30 عمارة 32 الدور الثاني
وقت وقوع الجريمه. الحقيقه كمان انا بستغرب، لان مدام شيرين ما كانتش تعرف ان انا عندي شقه دي في اكتوبر. مش عارف راحت هناك ازاي وراحت ليه. بمراجعه قائمه التليفون الخاصه بمدام شيرين لقيناها اتصلت بحضرتك اكتر من 5 مرات قبل يوم الحادثه. هل ما حصلش في مره من المرات دي ان حضرتك قلت لها ان احنا هنتقابل في الشقه دي او حاجه زي كده؟ لا ما حصلش. كنا بنتكلم في القضيه اللي هنشوفها تاني يوم. قصد حضرتك قضيه خالد الصرفي؟ بالظبط. ايه علاقه حضرتك بالمدعو محسن سلوسه الشهير بمحسن بطي؟ ايه سلوسه مين بطي؟ انا ما اعرفش الاسم ده. مين محسن ده يا فندم؟ محسن بطي ده مسجل نفس اتهم قبل كده اكتر من مره في جرائم قتل وسرقه بالاكرام، وتم القبض عليه وهو بيحاول يهرب من عماره مجاوره للعماره اللي فيها شقه الاستاذ ياسين. ولما تمت مواجهته اعترف بان الاستاذ ياسين اتفق معاه ودفع له عشان يقتل مدام شيرين. اسمح لي حضرتك، مع احترامي ليك يعني ده كلام فارغ ومفيش عليه اي دليل. ايوه بس حضرتك من قيمه اسبوعين قمت بالتنازل عن قطعه ارض بتمتلكها في مكتب في الشهر العقاري في جسر السويس لصالح واحد اسمه نجيب زيد البدري. نجيب مين البدري؟ انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده وما تنزلش عن الارض. نجيب زيد البدري ده متوفي، حضرتك لما تنزلت له عن قطعه الارض دي قالت ملكيتها لوارثته الوحيده اسمها ميرفت. ميرفت دي تبقى مرات محسن سلوسه. يعني حضرتك بقى كمحامي مخضرم قدرت تبعد الشبهات عنك وتتنازل لمحسن ده عن الارض بطريقه غير مباشره. انا زي ما قلت لحضرتك انا ما اتنازلتش عن الارض. ارض ايه؟ انا ما عنديش فكره عن الموضوع ده اساسا. استاذ ياسين تقدر تقول لي ايه سبب الخلاف الحقيقي اللي بينك وبين مدام شيرين؟ ابدا، كانت بتسرب معلومات من المكتب لواحد موكل عندي. قصد حضرتك سامح الصرفي؟ بالظبط. والعلم سعادتك سامح الصرفي لازم يكون مشتبه فيه اساسي في القضيه دي، لان هو الوحيد اللي له مصلحه في تلفيق التهمه دي ليا. سامح الصرفي وبناء على البلاغ اللي اتقدم فيه من المحامي صلاح فياض تم القبض عليه بتهمه التحريض على قتل المحاسب حسين الجمال. احنا اللي مقدمين فيه البلاغ ده، لانه في اخر اجتماع بيننا، الاجتماع اللي كان في نفس اليوم اللي تمت فيه الجريمه، احنا هددناه ورفضنا ناخد منه رشوه. يعني قصد حضرتك ان سامح الصرفي في اليوم اللي عرض عليك فيه رشوه قدر يقتدي القتيله الشقه بتمتلكها سيادتك ويجيب واحد حضرتك اتنازلت له عن قطعه ارض عشان يقتلها ولف التهمه ليك؟ لان هو الوحيد اللي صاحب مصلحه. والتاني مره بقول لسعادتك ان انا بنكر الموضوع ده اصلا. طب ايه موضوع الفلاشه اللي اتسرقت من شقتك؟ برضه دي كانت بتحريض من سامح الصرفي لما راح لصلاح فياض المكتب وخد منه الهاردات ومسح من عليها الدليل. الفلاشه دي كان عليها دليل براءه اخوه. وايه دور مدام شيرين في الموضوع ده؟ معرفش، بس اكيد سهلته الموضوع ده. هل صحيح ان حضرتك هددتها قدام اللي شغالين عندك كلهم في المكتب؟ ما كانش تهديد، ده كان تلميح في ساعه غضب. وبعدين افر سعادتك انه كان تهديد، ده دليل على براءتي، لان مش معقول اهددها على رؤوس الاشهاد قدام كل الناس واقتلها في نفس اليوم. ده تصرف واحد مش مسؤول عن تصرفاته. هو مغطي نفسه كويس قوي ومش متخيل ان في اي حد ممكن يقبض عليه، وفي الحاله دي يعتبر اشتباه صغير ما يضرش، بالعكس ده ينفع جدا، لانه لوحده مش كفايه، لكن لوحده برضه يقدر يطلع حضرتك من دايره الاشتباه وبسرعه. بقول لسعادتك انا ارفض هذه التلميحات. استاذ ياسين حضرتك استاذنا وانا اتعلمت منك، بس حط نفسك مكاني، انا قدامي اتهام يعتبر مكتمل الاركان، الدافع موجود، المكان منسوب لحضرتك، القاتل اعترف واعتراف تفصيلي بان حضرتك اتفقت معاه على القتل. تفتكر لو انت في مكاني ممكن تعمل ايه؟ شوف شغلك سعادتك، لان اللفاء للتهمه دي مش سهل. انا عارف ان المساله مش سهله وانا قد المعركه دي. قررنا نحن حسام الطماني وكيل نيابه العجوزه حبس المتهم 4 ايام على ذمه التحقيق على ان يراعى له التجديد في الميعاد. صلاح عبد الرحيم فياض، ما هي معلوماتك عن الحادث؟ الحقيقه انا قريت الموضوع في الجرايد ولما سالت عرفت ايه الحادث. استاذ صلاح حضرتك تعرف مدى العلاقه اللي كانت بين الاستاذ ياسين ومدام شيرين؟
هما كانوا ناويين يتخطبوا بس ما حصلش نصيب. ليه؟ شوف احسن بيه، شيرين بقى الله يرحمها كانت ست مش مظبوطه، ولما الاستاذ ياسين عرف انها بتلعب بدلها يعني حب انه يخلع، بس ما اعتقدش انه قتلها، لان الاستاذ ياسين انا اعرفه كويس قوي مش من طبع العنف وعمره موزع على حد. طب انت عندك فكره ان الاستاذ ياسين عرف ازاي انها بتلعب بدلها؟ انا اللي قلت له حضرتك. وحضرتك عرفت ازاي؟ كان في واحد تبعي شافها هي وسامح الصرفي عليه مع بعض. قول لي ايه حكايه الصور اللي عند الاستاذ ياسين؟ ما هو الراجل اللي تبعي ده لما شافهم صورهم وجاب لي الصور وانا وديتها للاستاذ ياسين. طب كان ايه رد فعل الاستاذ ياسين لما شاف الصور دي؟ اتضايق طبعا. الاستاذ ياسين قال في المحضر ان سامح الصرفي هددك واخد منك هاردات. هي الحقيقه كانت فلاشه 32 جيجا. طب سامح الصرفي كان عارف انك صورته مع شيرين؟ لا طبعا. الله يرحمك يا شيرين، اتخطفت وهي في عز الشباب. الله يرحمها الله يرحمها. ايه ده شويه يا استاذ سامح، تحب اجيب لك كوبايه ميه؟ مش قادر احط حاجه في بقي يا باشا، من ساعه ما عرفت الخبر لا قادر اكل ولا قادر اشرب ولا قادر حتى انام. في قهوه زياده بس عشان اعرف اصحصح. حاضر هجيب لك كل حاجه، بس قول لي انت تعرف مدام شيرين كويس؟ مين ما تعرفهاش؟ كلنا كنا بنحبها، دي زميله وغاليه علينا. انت اتفاجئت لما عرفت ان الاستاذ ياسين عايز يخطبها؟ بصراحه كنت متوقع. ليه؟ اصل شيرين دي غلبانه قوي يا باشا، من ساعه ما جت الشركه وعايزه حد يلمها، قصدي عايزه حد يتجوزها، فضلت بقى تلف وتدور على واحد لحد بقى بحظها بقى ضرب في البوب وخدت الاستاذ ياسين بدل. طب هل كان ليها اي علاقه مع اي حد تاني قبل او اثناء علاقتها بالاستاذ ياسين؟ قول ملهاش علاقه بمين؟ بقول لحضرتك لفت علينا واحد لفت عليا انا وعلي وغيره سمعتها كانت سابقاها، بس كانت طيبه والله يا باشا. وانت اللي عرفت ان طليقها السابق هو اللي ضرب النار على الاستاذ ياسين؟ لا ما عرفتش، انا حسيت ورحت قلت له على طول. وكان ايه رد فعله لما عرف؟ اتفاجئ كده واتضايق. الله يرحمها. فين القهوه يا باشا؟ قول لي يا تيسير، بقالك قد ايه بتشتغل مع الاستاذ ياسين؟ حوالي شهر تقريبا. هو كنت بتمرن الاول وبعد كده اتعينت. ايوه بس المعلومات اللي عندنا بتقول ان العلاقه بينكم بدات قبل كده بكتير، ده كان يعرف والدك الله يرحمه، وكان بيساعد والدتك بمرتب شهري لمده طويله واستمرت لحد بعد ما مات والدك. مظبوط. والدك مات ازاي يا تيسير؟ انتحر في السجن؟ لا بس التحقيقات بتقول كده. تحقيقات مزوره. ابويا شال القضيه بعد ما ياسين بدأوا يقنعوا انه يعمل كده، واول ما هدد انه هيقول الحقيقه قتلوه. خلوها في الاخر تبان انه انتحر. ده معناه انك بتتهم الاستاذ ياسين بدوي بانه له دور في قتل باباك الله يرحمه؟ معرفش. طب قول لي تعرف ايه عن موضوع مدام شيرين؟ تفتكر فعلا ان الاستاذ ياسين قتلها؟ لا اوكي انا شفت اللي حصل بين مستر ياسين وشيرين الله يرحمها. يعني انا عارفه ان هو كان باري اجريسيف وكان متنرفز جدا وكانت حالته صعبه، بس ده مش معناه ابدا ان هو يكون قتلها. يعني انا بس عايزه حضرتك تصدقني عشان سببين مهمين جدا. اوكي اول حاجه انا اي نو هيم، انا عارفه مستر ياسين وهو استحاله ممكن يعمل كده. تاني حاجة أنا بكلم حضرتك على أساس علمي، أنا بعمل ميجر في الكريمينال سايكولوجي، وهو لو كان مجرم أنا كنت أول واحدة حسيت بكده. أنا كمان عايزة أزود حاجة على أقوالي. أنا متأكدة إن اللي عمل كده سامح الصرفي.
ايوه سامح الصرافي هو اللي قتل شيرين ولفق التهمه لمستر ياسين. اصلا حضرتك مش فاهم سامح الصرافي ده يعني ستايل الناس اللي بيعملوا بلاننج على تقيل قوي. اوكي انا يمكن اعصابي تعبانه ومش قادره اتكلم اوصل لحضرتك اللي انا عايزه اقوله، بس عايزه اطلب من حضرتك طلب واحد بس. انا عايزه حضرتك تاخد كلامي ان كونسيدريشن، افكر فيه، ركز قوي مع سامح الصرافي عشان هو اللي وراه الحقيقه. لازم تركز مع سامح الصرافي. تعرفي حد اسمه محسن سلوسه؟ محسن سلوسه؟ متهيألي ان انا سمعت الاسم ده قبل كده، ممكن يكون موكل او حد سأل على الاستاذ ياسين مره، بس بصراحه انا مش متاكده قوي يعني مش متاكده. اللي تعرفيه عن علاقه الاستاذ ياسين بمدام شيرين؟ لا مش كتير، بس اللي انا متاكده منه انها يعني الله يرحمها كانت مش مظبوطه في اواخر ايامها. ازاي يعني؟ كانت خايفه قوي وبتعيط كتير. طب في اي اتصالات تمت بين الاستاذ ياسين وبين اي حد مش متعود انه يتكلم معاه قبل الحادثه بيومين مثلا؟ لا مش عارفه، بس اكيد يعني لو كان في اتصالات من دي كان هيعملها من البيت مش من المكتب. اكيد الله اعلم، بس اكيد يعني. حضرتك كنت عند الاستاذ ياسين في نفس الليله اللي حصلت فيها الجريمه؟ ايوه كنت عند بابي لما جم وقبضوا عليه. ولما ده حصل حضرتك كنت صاحيه ولا نايمه؟ لا صاحيه. في اي حد اتصل بيه في الليله دي؟ مش فاكره. يعني مفيش اي تليفونات جات له قبل ما يتم القبض عليه بساعه او بساعتين؟ بابي معظم الوقت بيبقى قاعد في مكتبه، حتى لو جاله مكالمه انا مش هعرفها، بس انا متاكده ان يومها ما كانش في حاجه مهمه لانه قام وحضر لي العشاء بنفسه لحد ما البوليس جه واخده. طب حضرتك متعوده تباتي عنده بدون سبب ولا في حاجه معينه حصلت خلاتك تروحي له في الليله دي؟ لا مفيش حاجه معينه، ما كنتش عايزه اقعد في البيت لوحدي، علي بينزل يروح الشغل وبيقعد فيه مده طويله، ودخل البيت حرامي من فتره وانا كنت خايفه. يعني الاستاذ ياسين ما اتصلش بيكي وقال لك تروحي تباتي عنده في الليله دي بالذات؟ لا. طب ايه راي حضرتك في علاقته بمدام شيرين؟ هل كنت شايفه انها فكره كويسه؟ انا رايي اصلا في الموضوع ده مش مهم، لان هو كان مبسوط وعايز يتجوزها، وهو قال لي اني ما اعترضتش وان اسيبه يعمل اللي هو عايزه، وقال لي كمان انه هيبقى مبسوط لو اتجوزها. طب انت كنت هتبقي معترضه ليه؟ لأسباب شخصية، ما أعتقدش إنها هتفيد حضرتك بحاجة. طب معلش أنا عندي سؤال محرج شوية بس أنا لازم أعرف إجابته. حضرتك كنت عارفة أو شاكة إن في أي علاقة بين جوز حضرتك الأستاذ علي ومدام شيرين؟ مش عايزة أجاوب على السؤال ده. طب الأستاذ ياسين كان عنده أي فكرة عن الموضوع ده؟ لو حضرتك عندك أي أسئلة تانية اسألها لي، لأنك لو صممت تسألني السؤال ده فمش هتلاقي عندي إجابة. أستاذ علي أنا قبل ما أسأل حضرتك كشاهد أحب أديك فكرة واضحة كمحامي للمتهم عن القضية اللي قدامنا من خلال أقوال الشهود والتحريات اللي اتعملت. اتفضل. مدام شيرين اتقتلت في شقة الأستاذ ياسين واللي قتلها واحد بيشتغل قاتل محترف. الأستاذ ياسين لأسباب غير واضحة اتنازل له عن قطعة أرض. والجريمة دي تمت بعد ما هددها بوضوح في وجودك ووجود مجموعة كبيرة من الناس. والتهديد ده نفسه تم بعد ما اكتشف خيانتها بأيام، والصور اللي بتثبت تعاملها مع سامح الصرفي والعلاقة اللي كانت بينهم صلاح فياض اداها للأستاذ ياسين من فترة. من وجهة نظري الفترة دي كافية جدا للتخطيط للجريمة. كل اللي أقدر أقوله لك إن النيابة أصبح عندها حيثيات قوية جدا مش بس أدلة مادية لتوجيه الاتهام. حضرتك بقى كشاهد وصديق وتلميذ للأستاذ ياسين، ده غير كونك جوز بنت مراته اللي بيعتبرها زي بنته والمحامي بتاعه واللي بيثق فيه، هل عندك أي دليل قوي يثبت إنه بريء؟ أنا بأكد لسعادتك إنه بريء. وبعد إذنك يعني أنا مش عايز أتكلم في أي حاجة لغاية ما أطلع على أقوال الشهود وأقعد مع الأستاذ ياسين بنفسي وأفهم منه كل التفاصيل. طب حضرتك كشاهد واحد كنت تعرف مدام شيرين كويس، ما تقدرش تضيف لنا أي حاجة إحنا ما نعرفهاش؟ هل ممكن تضيف أي حاجة تثبت إنه بريء؟
شفت الخيئة اللي وقعت فيها يا علي؟ أستاذ بلاش نسبة الأحداث، تعال نفكر بهدوء ونشوف هنعمل إيه. علي لو أنا متهم عادي يعني أنت ما تعرفوش، كنت هتمسك القضية دي ولا هتسيبها لأن أنا مش بريء؟ أستاذ أنت مش متهم عادي وأنا واثق إنك بريء وهدافع عنك. وبعدين موقف المتهم مهما كان ضعيف ده مش دليل على إدانته. إحنا موقفنا ضعيف أوي مش كده؟ السيجارة. أنا مش ملاك علي. أنا غلطت كتير، عملت حاجات كتير قوي مش فخور بيها في حياتي، عشان كده لو ربنا ما كتبليش ان اخرج من المشكله دي انا مش هبقى زعلان. بالعكس انا هعتبر ان ده عقاب على حاجه على نفسي. عارف الحاجه الوحيده اللي مأثرة فيا ومخلاني بلوم نفسي كل شوية إن أنا ما اديتلهاش فرصة. هي غلطت أه، بس هي ما خلتنيش. يا كل أكانها كانت طمعانة إنها تعيش حياة أنظف شوية من اللي هي فيها، وده حقها أنا عارف. حتى لو كان المفروض إن أنا أسيبها، ما كانش المفروض أسيبها بالطريقة دي. أنا قتلتها علي. قتلتها لما دست على كرامتها للدرجة دي وأهدتها قدام الناس وخليتها ضعيفة. أنت عارف أنا متهيألي إنها ما قاومتش وسابت اللي قتلها ده يقتلها بسببي. أستاذ بعد إذنك بس مش عايزين نضيع وقت، عايزين نتكلم في تفاصيل القضية. أنا عايزك تمسك المكتب علي. ايه؟ من بكرة تروح تشوف القضايا، لأن دي مصالح ناس مش عايزها تتعطل. أنا بعمل غير توكيل. ماشي يا أستاذ، ولو أني متأكد إن المحنة دي مش هتطول، بس أنا عايز أريحك. علي شد حيلك. شكرا يا سامي. لو عايز مساعدة في القضية أنا تحت أمرك. شكرا، أكيد لو احتجت حاجة هقول. الله يرحمها، كلنا كنا بنحبها. Thank you.
استاذ علي. معلش انا عارفه انه مش وقت، بس ده ملف قضيه كنا اجلناها من شهر وما ينفعش تتاجل اكتر من كده، وعايزاك تقراها وتقول لي نعمل فيها ايه. وده ملف الحوافز بتاع ابراهيم وعبد السلام. حوافز ايه؟ الاستاذ اللي محددها لهم يعني، ولا هم اللي طالبينها، ولا ايه؟ لا، الاستاذ اللي محددها بس ما مضاش. طيب هقراها يا نتي، هقراها واقول لك قبل ما امشي. انا اسفه بس في حاجه كمان. خير؟ عندنا بكره ميعاد مع المستشار القانوني بتاع شركه الزيات الساعه 2. المعدة تأجل قبل كده أكتر من مرة، والمستشار مصطفى عايز يقعد معاك عشان يقولك على قضية هيحدد لها جلسة كمان أسبوعين بخصوص نزاع على أرض صحراوية بتاعت واحد اسمه سيد سرحان. طب أنا هعمل الكلام ده كله إمتى؟ طب أنا عندي اقتراح. ياريت قولي. أنا متهيألي لو قعدت في مكتب الأستاذ يبقى أحسن، لأنه مش ممكن هننقل كل الأوراق هنا، ولو العملاء قبلوك هناك هنضطر ننقل كل الأوراق تاني. طب ما ممكن العملاء يجوا يقعدوا معايا. لا ما ينفعش، انت هتحتاج تقعد مع أغلبهم في أوضة الاجتماعات. ده الراجل بتاع شركة الزيات لوحده جايب 5 من الإدارة القانونية معاه، ده غير المستشار مصطفى والناس بتوع شركة طاهر الغالي. طيب يا نادية، شوف انت محتاجة ايه من هنا وانا هنقل اقعد عند الأستاذ لحد ما يرجع. حاضر يا أستاذ. اتفضل يا أستاذ، كل الملفات المستعجلة على مكتب حضرتك. هاتك تحب تشرب حاجة؟ عونه يا نادية، خلي عبد السلام يعمل لي. حاضر من عيني. انا مش فاهم انت بتبارك لي على ايه بالظبط. على المكان الجديد اللي ممكن يبقى مكانك من هنا ورايح يا علي. مين كان يصدق يا علي بعد ما كانت اقصى حاجه بتتمناها انك تفتح مكتب جديد وتبتدي فيه مشوار طويل الله اعلم هتوصل في اخره لايه، في خبطه واحده بقيت ماسك اكبر مكتب محاماه في البلد. ايه الكلام الفارغ ده؟ انا قاعد هنا بس لحد ما الاستاذ ما يرجع، وانت عارف كويس انه بريء. وانت كمان عارف يا علي، ياسين ما عملش حاجة، ياسين ما قتلش ولا حرض على قتل. بس عارف بقى الميزة ايه؟ ان محدش يعرف الموضوع ده غير انا وانت وبس. والميزة الاكبر والاهم ان اللي انت فيه ممكن يستمر على طول او ممكن يخلص في ثانية، وكله متوقف عليك. المشوار الطويل اللي قطعناه مع بعض علي، المشوار اللي ابتدى من شقة المقطم واللي وصلك للي انت فيه النهاردة، انت اللي ممكن تكتب نهايته بالطريقة اللي تعجبك. مكتب ياسين بدأ بقى تحت أمرك، ومن بكرة هتلاقي نفسك في دوامة شغل وتعاملات تقيلة مع موكلين عن شركات ورجال أعمال وفلوس وقرارات ممكن تقلب البلد. من بكرة هتلاقي تحت إيدك جيش من المحامين والمساعدين اللي يتمنوا يخدموك بأي شكل، وكل اللي انت محتاجه أقل من كدبة صغيرة. كل اللي انت محتاجه انك بس ما تقولش الحقيقة. اختار يا علي، اختار الحقيقة اللي محدش يعرفها غيري انا وانت. لو قلتها هتطلع ياسين بدوي براءة، ولو خبيت او كدبت هتكمل في اللي انت فيه. اختار يا علي. سلام.
موسيقى.